المساعدات اللي بيقدموها للأونروا؟ شوف، لا تتعجل الحكم، لأنه عندما قاموا بهذا الإجراء غضبنا جميعا، حتى تبين من رئيس الوكالة نفسه أنه لديه زخم يبقيه حي لغاية شهر 7، ففي نافذة هم بيستخدموها الغربيين، وعشان كده بحتج على السياسات الغربية للضغط على العالم العربي وعلى السلطة الفلسطينية. لكن هم يعلموا ابتداء انه لو توقف القصف الإسرائيلي فالمدارس سوف تعود، لأن إمكانياتها متاحة. نعم. حتى يوليو القادم مفيش مدارس أصلا، مفيش، اتدمرت تمام. لا مدارس ولا مستشفيات ولا جامعات ولا شيء. تعرف لما حد يقوم بعملية تتجاوز أضغاث أحلامه، نعم، وتنتهي إلى هذا الوضع اللي احنا بنشهده. 7 أكتوبر كانت بداية إعادة الضوء وتركيز الضوء ووضع القضية الفلسطينية في حجمها وحقيقتها، أخذا في الاعتبار أنه أنا شخصيا اللي تابعني ويتابع أحاديثي على مدى 10 سنوات الماضية كنت دائما أقول لعل إسرائيل تعيش شهر عسل، لأنه القضية الفلسطينية نحيت جانبا نتيجة لما يسمى هذا الربيع العربي العظيم، اللي هو أدى إلى تدمير. هذا التدمير العربي العظيم. نعم. يعني من أدار كل هذه الأعمال في المنطقة العربية 2011 في 2011 و2012 و2013 الثورة والثورة الدائمة والتدمير والتدمير الدائم وهز المجتمعات، كانت النتيجة تنحية القضية الفلسطينية وشهر عسل إلى إسرائيل، حتى وضعها تحت الميكروسكوب مرة أخرى 7 أكتوبر 2023. ولكن من قام بها لم أيضا يأخذ في حسبانه العواقب المخيفة الرهيبة على الشعب الفلسطيني، على الشعب الفلسطيني.